قالت وزارة الدفاع الروسية إن عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا ارتفع إلى 89 جندياً بينهم نائب قائد الفوج المقدم باكورينا. وأكدت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر قاذفة هيمارس والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكييفكا. وكشفت الدفاع الروسية أن السبب الرئيسي للمأساة في ماكييفكا هو الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل الأفراد رغم حظر ذلك، منوهة بأن هذا العامل سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقع العسكريين وتوجيه الضربة الصاروخية.